السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهارده في حل الاختبار 5. طبعا استراتيجية لطلاب الصف الثاني الثانوي علمي فقط، وده طبعا حتى الدرس الخامس من الوحدة الأولى استراتيجية، وطبعا ده الدرس الأخير في فرع الاستراتيجية. حلينا الأخطر مع بعض المقالة المستويات العليا اللي كان فيها مسائل التحليل اللي هو درس تلاقي خطوط العمل، فكرة الكرة والقضية. طبعا بفكرك إن شرح الدرس موجود في قوائم التشغيل، هيفيدك كويس جدا جدا. وطبعا حلينا الاخطاء زي ما قلنا والمقالي بالكامل، والاختبار ده موجود في كراسه المعاصر صفحه 10. طبعا كراسه المعاصر النسخه الجديده نسخه 2024. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. طيب السؤال الاول يا باشمهندس بيقول لك قوتان مقدارهما قاف وقاف جذر 2 تؤثران في نقطه موديه والمحصله عموديه على القوه الاولى، اوجد قياس الزاويه بين القوتين واثبت ان مقدار المحصله بيساوي قاف. طبعا الاختبارات دي بتبقى على الخمس دروس فلازم تبقى عارف. محصله عموديه على القوه الاولى، فقلنا بناخد القوه الاولى اللي هي قاف 1 زائد القوه الثانيه اللي هي قاف 2 جتا ي اللي هي الزاويه ما بينهم والكلام ده بصفر. طبعا القوه الاولى هنا اسمها قاف زائد القوه الثانيه اسمها قاف جذر 2، الكلام ده طبعا جتا ي بيساوي صفر. طيب من الاثنين دول لو انا خدت القاف عامل مشترك فيفضل لي 1 زائد جذر 2 جتا ي، الكلام ده بيساوي صفر. طب ما انا لو قسمت الطرفين على قاف، قسمت هنا على قاف وهنا على قاف، طبعا دي هتروح فيفضل لي 1 زائد جذر 2 جتا ي هيساوي صفر على قاف اللي هي صفر. طب لو وديت دي الناحيه الثانيه يبقى الجتا ي بيساوي سوري جذر 2 جتا ي بيساوي سالب 1. طب ما انا هقسم يا باشمهندس هنا على جذر 2 وهنا على جذر 2، فكده اصبح ان جتا ي بيساوي سالب 1 على جذر 2. خلاص يبقى انا بالنسبه لي كده يا باشمهندس انا وصلت، هوصل للزاويه اهو على طول. انا هعمل شيفت كوزاين سالب 1 على جذر 2 وتطلع الزاويه يا باشمهندس ما بينهم اللي هي زاويه ي ب 135 درجه، لان احنا قلنا الزاويه ما بين 0 و 180 يبقى مش هجيب الربع التالت. يبقى انا كده يا باشمهندس عرفت ان الزاويه ب 135 درجه. بعد كده بيقول لي اثبت ان المحصله بتساوي قاف. طيب ما انا عارف ان المحصله بيساوي جذر القوه الاولى تربيع زائد القوه الثانيه تربيع زائد 2 القوه الاولى القوه الثانيه جتا الزاويه ما بينهم، يعني بالنسبه لها هيساوي القوه الاولى اللي هي قاف لما اربعها تبقى قاف تربيع، القوه الثانيه لما اربعها دي قاف تربيع وجذر 2 لما اربعها يبقى 2 قاف تربيع زائد 2 في القوه الاولى اللي هي قاف القوه الثانيه اللي هي جذر 2 قاف في جتا ايه اللي هي جتا 135 اللي هي اصلا بسالب 1 على جذر 2، يعني دي سالب 1 على جذر 2. طيب تعالى كده نحسب الكلام ده اهو، ادي جذر قاف تربيع و2 قاف تربيع اللي هي 3 قاف تربيع، هنا موجب في سالب بسالب والجذر 2 هيروح مع الجذر 2 فهنا هيفضل لي 2 وقاف قاف بقاف تربيع، يعني دي كانها جذر 3 قاف تربيع ناقص 2 قاف تربيع اللي هي قاف تربيع، الجذر هيشيل لك الاس يبقى اذا انها قاف. يبقى فعلا يا باشمهندس طبعا القيمه المطلقه لقاف هو ده التعبير الاصح اللي هي قاف، يعني يبقى بالنسبه لي فعلا ان المحصله بتاعتهم بتساوي قاف، ويبقى انا كده اثبت المطلوب مني. سؤال جميل جدا وسؤال امتحانات. السؤال الثاني يا باشمهندس بيقول لي الشكل المقابل يمثل القوه 16 و16 و12 جذر 2 والتي تؤثر في مربع ا ب ج د في الاتجاهات ا ب والف د وج ا، عايز مني مقدار واتجاه المحصله. ده محصلة عدة قوى يا باشمهندس، خلاص كلام جميل جدا وزي الفل. أنا دلوقتي ممكن أعمل حاجة جميلة، ده قلت مربع فبعمل زاوية هنا 45 وهنا 45. أنا ممكن أشتغل بالدرس يا باشمهندس إن أنا هبدأ أعمل المحاور الأساسية هنا، وكل الزوايا دي طالعة من أ، يعني دي بالنسبة لي القوة 16 وعندي القوة 12 جذر 2 وعندي القوة 16. ف 16 دي على محور السينات الموجب يبقى زاويتها صفر. ومعايا يا باشمهندس القوة 12 جذر 2، بس خلي بالك دي داخلة فأنا ممكن أحط القوة سالبة بغير اتجاهها، أو بمسك الزاوية 45 أزود عليها 180، ما هو كده أنا غيرت اتجاهها 45 و 180 من 225، عشان في ناس كده بتزعل على الجروبات وشفت بوستات إن هو يقول لك أنت بتعلم الناس غلط، بعلم الناس غلط إيه يا عم؟ هي عكس اتجاه القوة، يعني أنا بعكس اتجاهها فالسالب ده بيدل على الاتجاه، فأنا ما أنت عكست اتجاهها أما زودت عليها 180، يعني أنت غيرت اتجاهها صح؟ طب ما انت حطيت سالب لان هنا شغال قوه وزاويه، تمام يعني متجهات. المهم و16 دي عامله زاويه كام؟ عامله زاويه 90. مفيش بقى مشكله تشتغل كده، وكنت حطيت هنا سالب وخليت 45 عادي جدا. الناس اللي فاهمه زوايا انت عارف ان انت في الربع الاول وبتاخد جا وجتا،
فالربع الاول والربع الثالث عكس بعض، يعني الثالث الجو الجتا سالبين، فانا ممكن احط هنا سالب، فما علينا يعني. طيب هبدا اجيب المحصله السينيه، طبعا لها اكتر من حل، هبقى 16 جتا الزاويه جتا 0 زائد 12 جذر 2 جتا، قلنا دي ليه 225، 45 زودنا عليها 180 يبقى جتا 225 زائد 16 جتا 90. خلاص طبعا جتا 90 دي بصفر فما التزمنيش، وجتا 0 بواحد يعني دي ب 16. خلاص فانا ممكن اصلا اعمل كوزاين 225 اشوفها بكام، اللي هي بالنسبه لي سالب 1 على جذر 2. انا ممكن احسب الحسبه دي بايدي، يبقى ادي 16 وهنا موجب في سالب بسالب، و12 جذر 2 ده هتروح مع دي يبقى 12، 16 ناقص 12 اللي هي 4. وابدا اجيب المحصله الصاديه، يبقى 16 جا 0 زائد 12 جذر 2 جا 225 زائد 16 جا 90. 16 جا 0 ده بصفر، وجا 125 برضه بسالب 1 على جذر 2 فدي سالب 12، وجا 90 بواحد فده 16 يبقى برضه بكام؟ يبقى برضه ب 4. طيب يبقى المحصله كم متجهات؟ يبقى 4 في متجه الوحده الاساسي س زائد 4 في متجه الوحده الاساسي ص. يبقى بالنسبه لي ان معيار المحصله هيساوي ادي جذر 4 تربيع زائد 4 تربيع اللي هو 4 جذر 2 يا باشمهندس. يبقى انا كده جبت مقدار المحصله ب 4 جذر 2، وطبعا الوحده بتاعتي نيوتن. طب هنجيب الزاويه، يبقى هجيب ظا سيتا اللي هي ص على س اللي هي 4 على 4. طب حددت الربع، هنا الس موجبه والص موجبه يبقى ربع اول، يبقى دي بتساوي 1 يا باشمهندس، شيفت تان 1 يبقى زاويه سيتا ب 45 درجه. خلاص يبقى انا كده عرفت ان الزاويه بتصنع 45 او بتكون في اتجاه الالف جيم يا باشمهندس. ممكن اكتب له كده ان دي اتجاه الالف جيم طالعه لفوق. ده حل. والحلول الكتيره الحمد لله ما حدش بيقولها لك الا انا، عشان بس في ناس كده يعني بتضايق بصراحه. انا دلوقتي انا ده قطر مربع صح؟ ده كده عامله زاويه 90، فالقوه 16 و16 عاملين يا باشمهندس بالنسبه لي زاويه 90. طيب دول قوتين متساويتين في المقدار، فالمحصله بتاعتهم هتبقى في النص. كلام جميل جدا. فانا ممكن اجيب محصله القوتين 16 و16، لان 16 و16 قوتين متعامدتين. يبقى اجيب المحصله بتاعتهم ازاي؟ اللي هو ح بتساوي جذر القوه الاولى تربيع زائد القوه الثانيه تربيع. ادي جذر 16 تربيع زائد 16 تربيع هتطلع 16 جذر 2، وهتاثر في اتجاه الالف جيم لان السهمين خارجين، يعني كده طلع 16 جذر 2. وانا كده لغيت القوتين دول. طب يا باشمهندس مش الوقت دي 16 جذر 2 ودي 12 جذر 2، دول قوتين لهم نفس خط العمل ومتضادتين في الاتجاه. يبقى المحصله القوه اللي ماشيه في الموجب اللي هي 16 جذر 2 ناقص القوه الثانيه 12 جذر 2 اللي هي 4 جذر 2. يبقى انا طلعت المحصله يا باشمهندس ب 4 جذر 2. طب ما هي بتاثر في اتجاه الالف جيم، والالف جيم ده عامل زاويه كام؟ 45، مع محور السلات الموجب اللي انا فرضته يبقى برضه عامله زاويه 45. طريقه ثالثه ان انا احلل ال 12 جذر 2 لمركبتين متعاملتين في السين والصاد، واجيب محصله السين هتطلع ب 4 ومحصله الصاد برضه ب 4. خلاص يبقى ليها ثلاث حلول يا باشمهندس ولازم تبقى عارفها. السؤال الثالث وهو هنا دخل لك على الاتزان، بيقول لك ايه؟ بيقول لك كره منتظمه ملساء وزنها 10 سكل جرام وطول نصف قطرها 30 علقت من نقطه على سطحها بخيط خفيف مثبته في حائط راس. قلنا دي حاله الكره يا باشمهندس اللي متثبته في الحيطه. بنبدأ نرسم الحيطة بالشكل ده كده وبنبدأ نرسم الكرة بتاعتنا. قلنا وزن الكرة بيبقى نازل من المركز، فالوزن هنا بالنسبة لي 10 تمام، ونصف قطر الكرة سمي النقطة دي بقى مثلا وسمي النقطة دي دال. قال لك إن نصف القطر الكرة 30 يبقى دي 30 ودي 30، علقناها بخيط خفيف طوله 30 يعني من دال هنا قمت رابطها كده، الخيط بيبتدي من النقطة اللي على الكرة فدي أ، ودي برضو كام؟ 30 يا باشمهندس. طيب هنا بالنسبة لي الوزن وقوة الشد اللي في الضلع ده اتلاقوا في النقطة اللي هي مركز الدايرة، يبقى رد فعل الحيطة هيطلع عمودي يمر بيهم، يبقى رد الفعل ماشي هنا. خلاص؟ طيب، دلوقتي يا باشمهندس المثلث أ ب م، قلنا الحل السهل البسيط جدا جدا، أدي أ ب م. ده مثلث قائم صح؟ الضلع ده ب 30 والضلع ده ب 60، في المثلث القائم لما تلاقي ضلع نص الوتر يبقى هو مقابل لزاوية 30، ويبقى الزاوية التانية من غير ما تفكر 60، خلي بالك قوة الشد ماشية في الضلع ده. والوزن النازل لتحت بيوازي الحيطه يبقى ماشي في الضلع ده، ورد الفعل ماشي في الضلع اللي هو بقى ميم كده. فانت كده يا باشمهندس الثلاث قوى ماشيين في ترتيب دوري واحد. طب النسب بقى بتاع المثلث 30 60 وسيبك من الاطوال خالص، الوتر نسبته 2، طول الضلع مقابل الزاويه 30 نص الوتر يبقى 1، طول الضلع مقابل الزاويه 60 نص الوتر اللي هو 1 في جذر 3 يبقى انا نسبته جذر 3. يبقى انا اخد الشد على النسبه بتاعته اللي هي 2 هتساوي رد الفعل على نسبة الضلع اللي هو 1، هاخد الوزن اللي هو 10 على النسبة بتاعته اللي هو جذر 3. كلام جميل جدا وزي الفل.
يبقى رد الفعل على واحد اللي هو رد الفعل بيساوي 10 على جذر 3، او اللي هي 10 جذر 3 على 3. الاثنين صح، وطبعا الوحده بتاعتي ثقل جرام. يبقى انا كده يا باشمهندس قدرت اوصل لرد الفعل بتاعي. طيب الشد هيبقى 2 في القيمه دي، ف 2 في 10 اللي هي 20 على جذر 3، او 20 جذر 3 على 3 ثقل جرام. ما تتعبش نفسك في المساله، ولا تجيب لي يا باشمهندس اطوال، ولا تجيب لي زوايا وتستخدم لامه. قلنا المثلث التلاتيني الستيني حالته سهله جدا، وتبسط معاك الحل زي ما انت شايف. طيب السؤال اللي بعده يا باشمهندس، السؤال الرابع بيقول لي ثلاث قوى مستوى مقدارها 5 و10 و4 جذر 7، فاذا قارنت قياس الزاويه بين القوتين الاولى والثانيه 60، عايز القيمه العظمى والقيمه الصغرى لمحصله الثلاث قوى. طيب انت معاك القوتين الاولانيين اللي هم 5 و10، دول قوتين والزاويه ما بينهم 60، فانا هجيب محصلتهم، يبقى المحصله بتساوي جذر القوه الاولى تربيع 5 تربيع زائد القوه الثانيه تربيع 10 تربيع زائد 2 في القوه الاولى اللي هي 5 في القوه الثانيه اللي هي 10 في جتا الزاويه اللي هي جتا 60. جتا 60 بنص هتطير مع الاثنين، يبقى دي جذر 5 تربيع ب 25 و10 تربيع ب 100 يبقى 125، وهنا 5 في 10 اللي هي 50 يعني جذر 175. خلاص انت ممكن تحسب الكلام ده بالآلة، ادي جذر 175 اللي هي 5 جذر 7. خلاص انت كده اختزلت القوتين 5 و10 في قوه اسمها 5 جذر 7. يبقى انت كأن معاك قوتين هما 5 جذر 7 و4 جذر 7. القيمه العظمى هتساوي مجموعهم اللي هي 5 جذر 7 زائد 4 جذر 7، خلاص اللي هي بالنسبه لي 9 جذر 7. والقيمة الصغرى هتقول القوة الكبيرة 5 جذر 7 ناقص الصغيرة 4 جذر 7 اللي هي جذر 7. يبقى هي دي القيمة يا باشمهندس الكبرى والصغرى لمحصلة القوتين، ودي موجودة في فيديو الشرح بتاع أول درس خالص. خلاص كده يا باشمهندس يبقى الحمد لله خلصنا الاختبار التراكمي الخامس، وخلصنا فرع الاستاتيكا بالكامل الحمد لله على خير. إن شاء الله هينزل لك حساب المسلسلات الدرس الأخير ونخلصه، هيشتغل بقى في ثلاث فروع اللي هم الجبر والتفاضل والهندسة الفراغية بأمر الله. إن شاء الله خلال شهر 10 هنكون مخلصينهم إن أراد ربنا. كده وصلنا لآخر حصة النهاردة، أتمنى إن أكون تفيدك، أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. يا ريت لو استفدت اشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. أشوفك على خير في الفيديو الجاي، كان معاك المهندس حسام من قناة حسام ميرا رياضيات، وشكرا جدا.